قريباً أضخم فعالية علمية سنوية على مستوى العراق. تستعد العتبة العباسية المقدسة لإطلاق فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني. من كربلاء إلى النجف وبين المؤسسات التعليمية والفكرية للعتبة العباسية المقدسة تنعقد الجلسات البحثية والتي يشارك فيها نخبة من الباحثين من داخل البلاد وخارجها. إعلان النتائج بالمسابقة الشعرية للقصيدة العمودية ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة الصور الفوتوغرافية للهواة ستكون ضمن فعاليات اليوم السابع من الأسبوع. على مدى 8 أيام سيتجمع الأكاديميون والحوزويون والمثقفون من أجل تأصيل الاستمرار للحركة الفكرية وتسليط الضوء على دور الأئمة في المجتمع. انتظرونا في أكبر تجمع علمي أسبوع الإمامة الدولي الثاني.